او اشتغل. يلا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بيه. النهارده احنا حلقتنا بنتكلم فيها عن موضوع سخن جدا. بنتكلم فيها عن ليه دايما في تفرقه ما بين الرجاله والستات او الاولاد والبنات. ونحب نسمع ونحب نسمع راي الانسه المحجبه الشهيره ليلى محمود. الحقيقه ده مش اسمي. انا صغيره وانا بكره الرجاله جدا. انا هحكي لكم قصه المؤلمه. وانا صغيره بابا اتسرق اظن دخلوا السفينة. هي سفينة فتح محفظته. لا هو فاضية. لا الناس متعسرة جدا جدا. يقول له انت ازاي تنسي محفظة فاضية؟ قال له مش وكل ده يا جماعة عشان خاطر محفظة بريئة من زي فلوس. لقيت الأبهات بريئة. لقيت الأبهات عدت البيت كده بيعملوا بالبيت. المهم يلا بابا يا بابا بابا يخرج ونموت كده. ان ما كانش فيه أب انا اعترف على هذا الكلام. في مكاننا في نفس الوقت من كام يوم وانا ماشي قدام الحلزونة. ده شهير. وانا ماشي الحلزونة عربية شالتها. من بين التحرير من تعالي تعالي. تعالي. يا عمي كمل كمل كمل. سؤال بس بس. كل رجل عظيم امرأة عظيمة بس المثل عشانها حارس البيتي وانت عارف ايه. وانت عارف ايه
الميمون اللي جنبينا هي. حيوان دمنا. انا عارفه ان دي كانت بتبيع جواها. انا بحب الركانه جدا. يا على الحقد اللي فيكم، يا على الحقد اللي فيكم. بلحظه مره ما حدش عارف البنت دي بتوحد قدامها على الصفعين وانا بشوفها كل يوم. حضرتك احسك انت عارفه والسجل ده في المستندات اكتب ده يعني. طب ومعاها مين؟ معاها مين؟ تحبي العابي؟ عايزين نعرف معاها مين يا انسه؟ بتروح معاها مين؟ مع الاستاذ حماده حلال والانسه منى زكي وتامر حسني. لا لا تامر حسني هو اللي كان بيوصلهم بالعربيه وهو اللي كان بيجيب لهم عصير الليمون الاصفر. والله العظيم والله العظيم. الاختي بنتي تحب تقول ايه؟ بنتي عايزه ومتجوزه. بنتي انا عايزه كل واحده تتكلم عن الناس اللي في فيلا. الاختي انا عايزه فيلا دي. واو احكي له القصه بالتفصيل. ماشي قولي يا قمر. القمر جسم نص الناس ودون الحرام. ازاي مفيش رحمه في البلد الدرجه دي؟ مش تقولي الرجاله ما عندهمش طيب والحمد لله عارف رايكم في البوي فريندز اند جيرل فريندز. بوي فريند؟ لو بتستهوكوا كده بس المفروض تبقوا تقتلوها. ايه الموضوع ده؟ دول انا بحب اكره رجاله؟ مسلمين ولا ايه؟ انا بكره رجاله بكره الاهلي. انا بكره الاهلي. انا من الكويه واقول